أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مليون سؤال في العلوم والتكنولوجيا. في حلقة اليوم سنحاول عرض أهم التقنيات التي يحاول العلماء والمهندسين تطبيقها لصناعة أحدث وأفضل وسائل النقل. سنعرض عليكم مستقبل وسائل النقل وتصورات المهندسين التي يعملون على تجسيدها على أرض الواقع لتخفيف من شدة ازدحام الطرقات مثلا، وللتقليل من حوادث المرور، وللحفاظ على البيئة من التلوث. وأهم الاقتراحات الحالية هي محاولة صنع عربات تحلق في السماء عوض أن تسير على الطرقات المزدحمة، ونشر ثقافة تقاسم استعمال الدراجات الهوائية وحتى السيارات الكهربائية. وبعيدا عن وسائل النقل الموجودة حول العالم اليوم والتي لا توجد في الدول العربية كالشينكانسان أو قطار الطلقة ولا حتى القطار الذي يسير على خط أحادي، سنحاول عرض بعض التصاميم المستقبلية لوسائل النقل التي ستغير حياتنا إلى الأفضل. أولها هذا القطار أو العربة التي تسير على خط أحادي ويسمى بمونوريل، حيث تم تصميم هذه العربة لمواجهة مشكلة الازدحام وحتى للمساهمة في النمو الاقتصادي والرفع من رفاهية الحياة. وهذه العربة شبيهة بصحن طائر، حيث يوضح هذا الفيديو شكل القطار وأسلوب حركته، فهو متصل بقضيب واحد ويتسع لعدد ضخم من الركاب. وترجع أهمية هذا التصميم في أن القطار يستطيع حتى تخطي إشارات المرور دون التسبب في الازدحام، وكونه مجوف من الأسفل فهذا يسمح للسيارات والأشخاص بالمرور من أسفله، إلى جانب نظام الطوارئ الذي يحتويه، فإذا صادف وجود حادث ما تهبط مكابح الطوارئ ويتم إيقاف الحافلة وإنزال الركاب في أمان، ويمكن أن يكون هذا القطار ذاتي القيادة كذلك. وفكرة هذا القطار تشبه كذلك فكرة هايبر لوب، حيث طرح بعض المهندسين فكرة الأنابيب الناقلة لحل مشكلة العاصفة وتساقط الثلوج مثلا، ويتم إفراغ هذه الأنابيب الناقلة من الهواء تماما، ويتوقع الخبراء أن تصبح هذه أهم وسيلة للنقل عبر القارات. أما الآن فنعرض لكم الفكرة الأكثر إثارة في العالم والتي ما زال الإنسان يحلم بها إلى يومنا هذا، وهي فكرة طائرة خاصة نقودها مثل ما نقود دراجة هوائية أو سيارة، حيث تشبه الطائرة بدون طيار والتي تسمى بالدرون، ويمكن برمجتها لتقود نفسها ذاتيا أو قيادتها بطريقة يدوية كذلك. ولكن هنا يكمن المشكل كله، فحتى الآن ما زالت قيادة هذا النوع من الطائرات ذات الحجم الصغير صعبا جدا وخطير. ولهذا تعمد عدة شركات وعلى رأسها شركة إيلون ماسك على بيع هذا النوع من الطائرات المبرمجة مسبقا لتعمل عمل سيارة أجرة مثلا. أما مؤخرا فقد كشفت شركة إطارات هونغ كونغ عن مقترحاتها الأكثر ابتكارا في مسابقة للابتكار والتصميم، وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد تقدم 34 عملا كجزء من المسابقة، وتم اختيار 5 فائزين من بينهم. والمرتبة الأولى كانت لفليكس أب، وهي عجلة يمكن أن تتحرك بكل حرية على السلالم، والعجلة هذه تتكون من أجزاء منفصلة تتسع وتغلق في الأماكن الضيقة، ما يسمح لها بسهولة التحرك في أصعب الزوايا. وليكن في علم المشاهد أن هذه العجلة قادرة على الصعود وهبوط الدرج بكل سهولة، مما قد تساعد حتى المعاقين حركيا في التنقل بكل حرية. أما تصميم ماك فلوت فقد جاء في المركز الثاني، وهو تصميم يشبه لوحة التزلج، ولكنه بدلا من استخدام العجلات فإنه يستخدم المجال المغناطيسي، وهذا ما يسمح للوح التزلج بالتغلب على الجاذبية، ويسمح له بالتحرك بسرعة تصل إلى 20 كيلومترا في الساعة، غير أن هذا اللوح لا يبدو آمنا في الحقيقة. أما المرتبة الثالثة فكانت لصاحب الحافلة الذاتية أو أوتوبين، وهي حافلة يمكن أن تتسع وتضيق حسب عدد الركاب، وذلك لاستغلال مساحة الطريق بشكل حكيم، وهذا ما سيؤدي إلى تخفيف من الازدحام كذلك. أما في المركز الرابع فقد جاءت شاف تراك، وهي مركبة مصممة خصيصا لرجال الشرطة، وتسمح إطارات المركبة بإجراء تغيرات سريعة لتلائم المكان مثل الطرق الصغيرة والزوايا الضيقة، وهذا ليسهل مناورات ومطاردات رجال الشرطة. أما المركز الخامس والأخير فكان من نصيب آي بلاي، وهي مركبة لرجل واحد مع 2 من العجلات الضخمة، وصممت هذه المركبة لتحقق الأداء الأمثل، إذ تسمح بتغير زوايا العجلة لاتخاذ زوايا متعددة دون أن تفقد المركبة سرعتها.
وفي الأخير عزيزي المشاهد، عليك أن تعلم أن كل هذه التصاميم وغيرها التي تستعمل في أفلام الخيال العلمي ستجسد عن قريب على أرض الواقع، وستصبح كل هذه الأفكار حقيقة. وأتمنى أن تكون هذه الحلقة مصدر إلهامكم وتحفز خيالكم من أجل الإبداع والاختراع. ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.